بنعمة المسيح وبإرشاد الروح القدس نأخذ بعض التأملات الروحية حول انتظار الرب، انتظار الرب الإله. وانتظار الرب مبدأ روحي هام من المبادئ الأساسية التي ينبغي علينا أن نتعلمها بل أن نتقنها جيدا من خلال عشرتنا مع الرب الإله. فنحن نعلم أنه حينما يتعامل الله معنا نجد الرب إلهنا إله محب قدير رحيم. الرب إلهنا إله أمين حنون يشفق ويترأف، إله مريح يريح نفوسنا المتعبة، إله قدير وطيب. صفات جميلة للرب الإله ده لما ربنا يتعامل معانا. طب ولما نحن نتعامل مع الله ايه وضعنا وايه شكلنا؟ ربنا طيب، ربنا قدير، ربنا رحيم، طب احنا ايه؟ دي معاملات الله معنا. طب وفي معاملاتنا نحن مع الله شكلنا ايه؟ بنتعلم مبادئ روحية اساسية، نتعلم ان نتكل على الله من خلال الصلاة، نتعلم ان ننتظر عمل الله اللي اتكلنا عليه ليعمل معنا، نتعلم ان نشكر الله على اعماله ولا نتذمر على عطائه، نتعلم أن نسلم له سفينة حياتنا ونسلم لمشيئته وإرادته. هو ده الإنجيل المعاش وهي دي الحياة الروحية، معاملات الله معنا ومعاملاتنا نحن مع الله. هو ده الإنجيل المعاش وهي دي الحياة الروحية كلها. قبل مبدأ انتظار الله تعلمنا مبدأ أساسي ألا نعمل عملا إلا من خلال الصلاة أولا. الصلاة قبل كل شيء، نصلي ونعمل ليعمل الله معنا. يد الرب قبل يدنا وعمل الله قبل عملنا، ده مبدأ أساسي رقم واحد يسبق مبدأ انتظار الله. اللي علمنا مبدأ الصلاة أولا الرب يسوع نفسه، فالرب يسوع لم يبدأ خدمته إلا بخلوة صلاة 40 يوما في البرية، والرب يسوع لم يختار تلاميذه 12 قبل ليلة كاملة سهران يصلي طول الليل. يصلي أولا، حتى الصليب كان يسبقها صلاة جسيماني، الصلاة وبعدها نعمل. كيف واجه يعقوب أخيه عيسو؟ صلى. كيف واجه الملك حزقيا سنحريب في تهديداته؟ صلى. يصلي أولا، نصلي والرب بيعمل. زي العبارة التي قالها نحمية
حينما وقف أمام الملك يقول له: وماذا أفعل لك؟ يقول: أرمي، يقول نحمية. فصليت للرب إلهي وقلت للملك. يعني هو واقف قدام الملك بيكلم الملك، وقبل ما يرد على الملك كلم ربنا الأول وبعدين رد على الملك. صليت للرب إلهي وقلت للملك. ومبدأ انتظار الله هو انتظار عمل الله اللي اتكلت عليه وصليت من أجله. طلبت يده قبل يدي، عمله قبل عملي، لأني واثق أن الرب هو كل شيء. إن لم يبني الرب البيت باطل يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة باطل يسهر الحراس. يبقى الرب الأول. طلبت الرب وانتظر عمل الرب. انتظار الرب اختبار إيماني عميق تجتازه كل نفس في غربة هذه الأيام. اجتازه يوسف ابن يعقوب، اترمى في البئر وانتظر أن يطلب الرب، انتظر أن ربنا ينجيه ويرجعه إلى بيته، إلى يعقوب أبيه، ولم يسمع الرب. وذهب إلى بيت سيده فوطيفار وطلب من الرب أن يخلصه من امرأة سيده وظلم وسجن. وذهب إلى السجن مظلوما وطلب من الرب أن يظهر حقه ويبرره ونسيه الرب. اختبار إيماني تجتازه النفس في عشرتها مع الله حينما نطلب الله. زي معلمنا بولس الرسول مرض، جاءته شوكة في الجسد وصلى مرة واثنين وثلاثة ومنتظر عمل الرب، وياريت استجاب الرب. ربنا اكتفى بالمرض وقال له: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. اختبار إيماني عميق. نصلي ونطلب الرب ولا نعمل أي عملا إلا من خلال الصلاة، وننتظر عمل الرب. ده المبدأ الثاني، ننتظر عمل الرب. ربما في الأمور الحياة العادية ما الواحد ما يبقاش مشدود في انتظار عمل الرب. في الأمور الطبيعية الواحد ما بيبقاش مشدود ومش متوقع عمل الرب بسرعة، مش مشدود. لكن أمور الحياة الروحية باب ضيق وطريق قرب، ونصلي بدموع وننتظر عمل الرب. يعني بمعنى ايه؟ لو حلت بالواحد ضيقة او مشكلة او مرض او تعب وصلى كما قيل له وطلب الرب وسمع الرب واطال الرب الاناه ولم يستجيب سريعا الرب، هل انتظر الرب أم أشك في محبة الله؟ هل أنتظر الرب أم أتذمر واحتد على الله؟ لو ربنا مثلا سمح بتجارب وموج عالي وريح شديد بيعذب سفينة حياتي، صليت لربنا وطلبت الرب الإله ليخلصني الرب
ويحفظني في الضيقة، والضيقة باقية والمشكلة باقية. وسمع الرب وأطال الرب آناته ولم يستجيب سريعا. هل أفقد سلامي؟ هل يتزعزع إيماني؟ هل أفقد عشرتي مع الرب الإله وأشعر أنه الرب لا يستجيب لصلاتي؟ مبدأ انتظار الرب. نقول ذلك لأن في ناس كثيرين لو حلت بهم الضيقة، أو لو حلت بهم مشاكل أتعاب أو أمراض، وطالت بهم الضيقة، بيتذمروا ويعاتبوا الرب الإله. الواحد فيهم يقف قدام ربنا كده في عتاب، إلى متى يا رب تنساني؟ إلى الانقضاء؟ حتى متى يا رب تصرف وجهك عني؟ يا رب لماذا تختفي في وقت الضيق؟ انظر إلي وارحمني. ده كثيرون يعيرونني ويقولون لي ليس له خلاصا بإلهه، وتبدأ النفس تعاتب الرب، وتبدأ النفس تحتد. طلبنا الرب ولم يستجيب الرب، هل ننتظر الرب؟ الذين ينتظرون الرب لازم يتعلموا بعض النقاط. فالله بيعمل دائما، الله دائما يعمل، الله لا ينعس ولا ينام، وعيناه لا تغفل. ربنا ما بيسكتش، ما عندوش لحظات يسكت فيها. أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. الله يجول، بيتحرك بيننا، يصنع خيرا لكل نفس، يشفي كل مرض، يقوي كل ضعف، يسند كل إنسان، يخلص الذين تسلط عليهم عدو الخير. مفيش إنسان لا يعمل من أجله الرب. مكتوب عنه كده، بيفتح يديه ويشبع كل حي، كل حي. يعني ما فيش انسان منسي من الرب، يفتح يديه فيشبع كل حي من رضاه. ربنا بيشتغل، ربنا بيعمل، والسماء كلها بتعمل من اجلك بقديسيها وملائكتها، والكنيسة ايضا تعمل من اجلك، من اجل كل نفس، من اجل كل انسان. الذين ينتظرون الله لازم يتعلموا أن الرب بيعمل حتى لو لم تطلبه. مش تقول أنا طلبت الرب ولم يستجيب لي الرب. ده ربنا بيعمل حتى لو أنت ما طلبتهش. الله إلهنا راعي، راعي صالح، ومن صلاحه لا ينسى غنماته أبدا. ربنا مش منتظر من الغنمات تطلب وتعوز، لا، ربنا عارف احتياج غنماته حتى لو ما طلبتش غنماته. هو مكتوب عنه كده، أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. هل تتصوروا يرى غنم جريحة ما يعصبهاش؟ يبقى ازاي صالح؟ غنم مكسورة ما يمدش ايده ويشفيها؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا. تتصوروا غنم ضالة يغفل عنها؟
مش ممكن، ده كرام. ويقول عن نفسه ككرام: انا الرب حارسها. يعني يحرس نفسك، اسقيها في كل لحظة لئلا يوقع بها، احرسها ليلا ونهارا. ده مش منتظر صلواتنا، ده مش منتظر صلواتنا، ده بيعمل حتى لو ما صليناش. اجمل انشودة للتوبة في الكتاب المقدس كانت توبة داود. فكركم داود كان بيطلب التوبة وربنا استجاب لي؟ ربنا هو اللي توب داود، وربنا هو اللي سعى لرجوعه، وربنا هو اللي جعله انشودة الكتاب وانشودة الكنيسة في التوبة. يعني هي مدينة السامرة والسامرية كانوا بيطلبوا الرب، ولا الرب اللي سعى ليهم؟ ربنا اللي بيشتغل، وما طلبوش من ربنا ولا المفلوج ولا لوط كان عايز يسيب سدوم، ده ربنا هو اللي بيعمل. طب اذا كان الله بيعمل لو ما صليناش، امال لو صلينا يمد ايده ازاي؟ ده وعد الهي، لو صلينا اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. الى الان لم تطلبوا شيئا، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. ده وعد من الله. ربنا استجاب لمعلمنا بطرس الرسول لما كان بيغرق، يقول له نجني يا رب. شوف الكتاب المقدس يقولك ايه: وفي الحال مد يده ونجاه. قال له نجيني يا رب، يقولك في الحال. شوف سرعة الاستجابة. ربنا استجاب للكنيسة لما صلت من اجل بطرس السجين، وارسل ملاكه الرب وفتح كل القيود، وفتح كل الابواب، فك كل القيود، وطلع بطرس ومشاه في الطريق لحد ما بطرس وصل. وإذ به كان يتخيل أنه يحلم، لكن في بعض الأحيان ينتظر الرب الإله علينا. الرب بيعمل، وحتى لو ما طلبناهوش بيعمل. فكم وكم لو طلبناه، لكن في بعض الأحيان نطلبه ويتأمل الرب علينا، زي ما حصل مع التلاميذ في البحر. موج عالي وريح شديد، مكتوب كده: وسفينتهم كانت تتعسب. عبارة صعبة. وصرخوا للرب: الى متى يا رب؟ حتى الهزيع الرابع. ايه يا رب ده؟ تعرفين زي مين بالظبط؟ قالوا للرب لعازر عيان. خلاص سمع الرب: يا رب روح اشفيه. حاضر يا رب. لعازر عيان. طب خلاص عرفت ان العازر عيان. طب ومستني ايه يا رب؟ هتستنى تاني يا رب؟ واستنى الرب وانتظر الرب. ايه دي؟ طب وبعدين يا رب؟ مات لعازر. انقطع الرجاء، كل حاجة راحت. ايه ده يا رب ده؟ ليه يا رب كده؟ منتظر لحد امتى يا رب؟ لحد ما قطع الرجاء. ده القديسة مونيكا صلت من اجل القديس اغسطينوس 18 سنة. دي بتطلب ايه؟ دي بتطلب توبة ابنها ومعرفة ابنها للرب الاله. دي طلبة صالحة. يا ربي احنا مش بنطلب امور مادية، ده احنا بنطلب ما هو للصلاح، بنطلب ملكوت الله الاول. طب لازم تستجيب يا رب. 18 سنة
والرب يقول فانتظروني يقول الرب إلى أن آتي إليكم، زي ما في سفر حبقوق يقول وقفت على مرصدي لأراقب، على الحصن لأرى ما يقوله الرب. فقال لي الرب وإن توانت فانتظرها فهي تأتي إتيانا ولا تتأخر، فتعلمون إني أنا الرب إلهكم الذي لا يخزى منتظريه. تعلموا أننا ربنا، اللي يطلبوا ربنا ما يخزوش أبدا أبدا. لتكن رحمتك علينا حسب ما انتظرناك، هكذا قال داود عن الرب في انتظاره: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، أخرج نفسي من الهلاك وأقامني على صخرة وثبت قدماي ووضع ترنيمة جديدة في فاي. الرب نفسه بيطالبنا أن ننتظره. إن كانت النفس بتئن وإن كانت النفس محتدة، الرب يطلب منا أن ننتظره. طب كيف ننتظر الرب؟ كيف ننتظر الرب؟ تعرفين لما يكون في ضيقة ولا في مرض ولا في مشكلة، تبقى النفس متحطمة والبيوت مليانة تعب وما فيش فرحة في القلوب، ما فيش فرحة في القلوب، تبقى النفوس ضعيفة، النفوس ضعيفة. ننتظر الرب في قوة تشدد، وليتقوى قلبك وانتظر الرب. ما تنتظرش الرب وانت مكسور، ما تنتظرش الرب وانت مكتئب. النفس المكتئبة دي تبقى ما عندها الثقة بربنا. ننتظر الرب ونحن في قوة، اما منتظرو الرب فيجددون ايه؟ قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشون ولا يعيون، يركضون ولا يتعبون. أدي الناس اللي بتنتظر ربنا، أدي الناس اللي بتنتظر ربنا. ننتظر الرب في رجاء، في رجاء، مش ننتظر الرب مكسورين وضعفاء، في قوة وفي أمل هو زآت عن قريب. الرب آتي، ظافر على الجبال، قافز على التلال، هو زآتي، إنه الرب، هو الرب. تبقى النفس متوقعة انتظار الرب، وهي منتظر الرب متوقعة مجيء الرب. إنما لله انتظري يا نفسي لأنه منه رجائي، هو ملجئي وصخرتي فلا أتزعزع. شوفوا داود النبي. إنما لله انتظري يا نفسي هو رجائي. أدي النفوس المنتظرة الرب، مش النفس تبقى حزينة كئيبة والواحد كده تبقى نفسه مكسورة من الداخل هو قاعد مستني ربنا. طب ما ربنا هيحل المشاكل، ما ربنا هيغير الطباع، ما ربنا هيغير الأمور، بس انتظروا الرب. وليه النفوس مكسورة في انتظار الرب؟ لماذا تأنين في يا نفسي ولماذا تزعجينني؟ ترجي الرب، صلي صلي للرب والرب بيستجيب. ننتظر الرب في رجاء وفي إيمان، في إيمان. عبارة عظيمة قيلت عن داود، عن ابراهيم اب الاباء. تعرفين ابراهيم انتظر ان ربنا يديله عيال،
وعمره وصل يجي 100 سنة. سارة بقت يجي 80 سنة. وفي بعد كده انتظار للرب، ما خلاص ما فيش انتظار للرب، قطع الرجاء. لكن شوفوا ابراهيم ينتظر الرب ازاي. وعلى خلاف الرجاء آمن على رجاء، حاسما ان الذي وعد قادر ان يحقق وعده. يا سلام. على خلاف الرجاء يعني ما عادش فيه رجاء، لكن فيه رجاء في ربنا، في ايمان سنثق الرب يعود ويفتقدنا، الرب يعود ويغير طباعنا، الرب سيعود ويحل المشاكل. انتظروا الرب، انتظروا في رجاء. واحد يبقى شاهد منتظر ربنا وهو مكسور، وينتظر الرب وهو ضعيف. لا، ننتظر والرب بيشتغل والرب بيعمل، والرب إلهنا إله محب وقدير ومريح، إله طيب. ربنا قادر يفعل كل شيء. عشان كده احنا بننتظر الرب، عندنا ثقة في وعود الرب، ثقة في وعود الرب. واحنا منتظرين ربنا بننتظره في ثقة بوعوده. ادعوني وقت الضيق انقذك فايه فتمجدني. احنا الواحد وهو بنتظر ربنا كده يقول له يا رب انت اللي قلت كده ان احنا في وقت الضيق ندعوك، ادينا منتظرينك وبندعوك يا رب. بنفس التعبير داود النبي يعبر ويقول يدعونني فاستجيب له، معه انا في الشدة انقذه وامجده، ومن طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. أدي النفوس المنتظرة الرب. يبقى عندنا ثقة في وعود الرب، وعندنا ثقة في حكمة الرب. دي لازم نحطها قدامنا. الرب هيستجيب، وهيستجيب في الميعاد المناسب، ويستجيب بالأسلوب المناسب، ولازم نثق في حكمة الرب. فما أبعد أحكام الله عن الفحص، وطرقه عن الاستقصاء. فربما لا نفهم ما يصنع بنا الرب الآن، ولكن قد نفهم فيما بعد. عشان كده ربنا في بعض الأحيان ينتظر علينا في الاستجابة، لا لأنه لم يسمع، بل لأنه سمع. ويمكن ربنا عايز يدينا الأفضل، يمكن ربنا عايز يدينا الأفضل. لو سمع سريعا ليوسف ما كان يوسف صار نائبا عن فرعون وثانيا لمملكة مصر. صلى من ساعة ما نزل في البير لحد ما نسيه في السجن، نقول ايه 10 سنين يصلي، 10 سنين يصرخ للرب واكتر. وربنا مستني ايه؟ ربنا هيديله الافضل، هيديله الافضل. ربما الرب يدخلنا في عمق العشرة معاه من خلال عدم الاستجابة السريعة. واحد كده لما تكون نفسه مكسورة ومنتظر الرب، يدخل في العمق مع نفسه، ويدخل في العمق مع الله، ويبقى اختبار ايماني عميق، ويبقى فايدة روحية عميقة، وتبقى عشرة في عمق مع الرب الاله. شفتوا كده الواحد لما كده يبقى واقف يصلي ومكسور كده قدام ربنا، يقول بصوتي الى الرب صرخت، بصوتي الى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبص لديه ضيق عند فناء روحي مني. أمل يا رب أذنيك واستمعني، مسكين أنا وبائس، احفظ نفسي أنت غبار يا رب. وتبقى النفس كده مكسورة، وما يمنعش النفس في وسط الانكسار دي
تصوم وتنذر نذر وتتحسن أحوالها، بل تفحص نفسها تكتشف أعماقها، زي ما انتظر الرب على أيوب حتى عرف أيوب نفسه. ما ربما الرب بيعمل كده من أجل نفوسنا وخلاصنا. ربما الرب يريدنا أن نفحص خطايانا، قد تكون خطايانا صارت فاصل بيننا وبين الرب، مين عارف، ربنا بيصلح حالنا. ما يمكن ربنا بيزكي إيماننا. انتظر الرب على العازر ومات العازر، قطع الرجاء. أبدا أبدا ما فيش رجاء مقطوع مع الرب. بننتظر الرب، ولما نعاتب الرب ونقول له لو كنت ها هنا ما مات أخي، يرد الرب في عتاب ويقول ألم أقل لكم إن آمنتم ترون مجد الله. ننتظر الرب وسنرى مجد الرب. ننتظر الرب وأكيد سيسمع الرب ويعطي ما هو صالح لفايتتنا الروحية، بل سنفرح بعمل الرب ونمجد اسمه. ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله. يمكن ربنا عايز يدينا فضيلة الاحتمال وتبقى فضيلة تزكية، زي ما قيل لأحد الأساقفة أنا عارف أعمالك وأنك احتملت وصبرت من أجل اسمي ولم تكل. يا سلام، انت صليت وصبرت ولم ايه؟ ولم تكل. قعدت تصلي وانت منتظرني. يا ريت نتعلم انتظار الرب، ونتعلم كيف ننتظر الرب بفرح بقوة برجاء بإيمان في ثقة في حكمة الرب وعمل الرب. له المجد في كنيسته للأبد، آمين.